اقول لك انا ايمن حضرت بعيني مره في اللوكيشن، كنت انا مذيعه ورايحه يعني اصور اللوكيشن، وحد دون ذكر اسماء اتدلع شويه الاستوديو كان بيترج بس بالادب، ما فيش بصي ما تمسكيش عليه غلطه الله يرحمه الف رحمه ونور عليه، ظبط اللوكيشن ظبطه. ورغم ان هذا النجم يقال او يعني انا عارفه ده نجم ونجمه ونجم ونجمه، انا مش عايز اقول اسامي، في نجوم كبيره شافت الموقف ده من اسماعيل عبد الحافظ وهم ليهم اسامي دلوقتي. قال لي يا هبه تعالي مثلي، قلت له انا امثل اتدلع اتعلق شكرا. لا هو كان ساعتها الموقف اللي هو كان مع النجمه كان لانه اوردر اتاخرت على الاوردر واللوكيشن كله قاعد مستنيها، اسماعيل عبد الحافظ مستنيها ونجوم كبيره قاعده مستنيها، قعد استناها لغايه لما جت متاخره ساعتين على الاوردر. قال لهم تمام خلوا الاستاذه تجهز، جهزت دخلت وقفت قدام الكاميرا لهم فركش يا اساتذه. عشان اليوم يتحسن من للناس تاني يوم اكل العيش، من تاني يوم ما تاخرتش ثانيه وعيطت بالدموع. فهو ده اسماعيل عبد الحافظ، وما بيعملش كده عشان لا، ده هو بيفهم بيعلم حاجه، ان النجوميه مواعيد، ان النجوميه احترام، صحيح مش تاخير ولا انك تيجي مش مذاكر، لا ده النجوميه انك تيجي في ميعادك وتيجي حافظ ومذاكر وكده. يعني اتكررت كمان مع نجم كبير جدا جدا، اتحكي لي بقى او في نجم شبه يعني مشام اللوكيشن يعني. وحصلت في مسلسل تاني برضو مع نجم كبير قوي قوي، هو بيقول لك مشام اللوكيشن. في اكتر من مسلسل، هو كان هو كان طيب جدا بس في نفس الوقت قوي جدا. بص هو كان مبدأه ان اليوم يتحسب على الناس اللي شغاله، لان دول مالهمش يتحسب لهم عشان دول حبايبه. طيب دول حبايبه. هو كان زعله عزيز قوي يعني، مش عمال على بطال، ما بيحرقش كروت يعني، ما بيحرقش بنزين على الفاضي كان. فانت بقى كابنه اكيد انت ليك وضع خاص، وخصوصا مش بس في الحياه، انت كمان في البيت ليك وضع خاص، ليك عندك حته زياده كده بتتميز بيها لان انت الابن الوحيد. هو زعل منك كم مره في حياته؟ لان ما اعتقدش انه زعل منك كتير. وكان زعل وعمل ازاي وانت حليتها ازاي؟ وكان الكلام على ايه برضه عشان اعرف؟ لا هو كان في مره في التصوير اللي هو درس عمري، اللي بعديه اتعلمت خلاص ما بقتش اغلط يعني، اتعلمت يعني ايه الشغلانه. كان في اهالينا من حظي الحلو اول بطوله حقيقيه اخدها يعني، ان يبقى في محمد عبد الحافظ، لان قبليها كانت كلها ادوار صغيره يعني، كان ما كانتش ادوار كبيره. كان اول دور اخد فيه فرصه حقيقيه كان اهالينا، وكنت بعمل مشهد مع الله يرحمه عم حسن حسني وصابرين حبيبتي ربنا يديها الصحه وهشام سليم الله يرحمه، ومشهد ماستر سين ومهم جدا، وبقول مونولوج وبقول حاجه مهمه جدا. فالمهم انا ما كنتش يعني ايه، ما كنتش مذاكر المشهد كويس او ما كنتش حافظ كويس، فبان عليا. فطبعا خدتهم اخمسا واسداسا قدام الكل، مفيش واسطه هنا يعني، مفيش هزار يعني. اتمسكت سابني مره اتنين تلاته، لقاني بغلط بقى مش مركز، قام ماسكني انت مش عارف ايه يعني في اللونج قدام كل قدام الكل، لدرجه ان عم حسن حسني وصابرين بيقولوا له بالراحه عم اسماعيل برضه لسه اول مره، وبطوله ومشاهد تقيله فبرضه لسه مش عارف ما اشتغلش، اعتبره زي ابنك يا حاج اسماعيل. كده يقول لك لا ما يجيش، هشيل المشاهد رغم كده، عمل كده ولو فعلا ما جا وشل المشهد وشل المشهد اللي انا ما كنتش شالهولي خالص. عشان وبعد كده جيت خلاص بقى كل اي حاجه بقيت داخل رغم كل تعلمت يعني.